في حاجة أنت لما نقولها لك أنت عيونك حينفتحوا بتقول حياة رسمي مالك صح كلامك كالعادة. في جزئية اللي هي الليبي في خدمة لكن بيش نخدم لأن شنو قلت لك لأن شنو الليبي الليبي قدر والقدر مدير والمدير علاش من جت الفكرة أن ليبيا دولة نفطية كحال أي بلاد عربية تانية معبية أنا ما نخدمش أي خدمة أنا نجيب أجانب يخدموها الخدمة الرجيم هذا مش حيخلي البلاد يصير منها ونعتبر فيه سبب من أسباب هلبة مصايب من ضمنها البطالة باش البطالة تنتهي لازم يصير سوفتوير للبلاد اللي هو AKA مسح بيانات اللي هو تدمير البلاد نهائيا واللي احنا الحمد لله نشوفه في حاليا Let me continue تدمير البلاد نهائيا واللي هو صاير في ليبيا توا حاليا أنا نسمي فيها حاجة يقولوا لها بروسس اللي هي فترة المعالجة اللي هي توا تمر بها البلاد هذه توا بعدين هذا كنت بنقولها في الجزئية الأولى لكن بعدين شرحت لكن مالك أنا بنوقفك عند النقطة هي اليوم الشاب الليبي انت خدم عامل خدم عامل في محطة خدم في كوشة ما نقولك خدم في شيل يعبي في بنزينة يعني كل خدمة كان يخدم فيها العمال خدمة يعني لقيت ليبيين في المحطة باش يكسر ما يعني انت هذا هو هذا هذا لا يوم ما كانتش موجودة يوم ما لأن في فترة ما كانت البلاد مستقرة شوف نحي العواطف والمشاعر مش عواطف اوكي نحي البلاد باش تتطور لازم تتدمر الدمار يسبب ضغوط وضغوطات وضغوطات يولد ابتكار الابتكار يصنع بلاد بتقولي مالك منين جبت هالفكرة نمشوا لليابان اللي تشوفها حاليا مستحيلة تكون اليابان لو مش من الصواريخ اللي ضربها ألمانيا المصنعة مش هتكون ألمانيا لو جيوش متاع هتلر ما داروش الحرب هذه كلها لأن في يوم ما هتلر كان ضاغط عليهم على العلماء والمهندسين والدكاترة أن يديروا حاجات ويصنعها في وقت أن المفروض أصلا ما تتصنعش وتصنعت تو أنت تشري حاجة ميد إن جيرماني تمام تبي تعالج تمشي لألمانيا نمشوا لماليزيا اللي ما تكونش ماليزيا اللي نعرفها توا الا انها مرت بأسوأ مراحل حياتها وين الربط في الموضوع البطاله مالك اعطيني نربطه لك احنا نشوفوا توا ليبيا بعد ما متعرضه لضغوطات اضطر الليبي يولي حلاق الليبي يولي يجيب في الكناسه الليبي يخدم لك غفير الليبي يزوق لك الحوش في يوم ما كانوا ما يخدموش فيها الخدمه هذه انت تمشي لاي دوله اللي تلقاها ناجحه وماشيه اللي فيها ناسها يخدموا فيها ما تجيبوش فجانب يخدموها بتشبه فيه وهذا علاش وهذا ينقص البطاله خليني معك في النقطه هي بتشبه في الموضوع هو صح انت من ناحيه انت شاب تخرجت وكونت نفسك تخدم خدمه مش خدمتك يعني انت متخرج من الطب تلقى روحك تخدم مثلا معلش محترم ليك مش عيب الخدمه مش تخدم في كوشه مثلا شبحت ما هذه هي شبحت هذه المنتاليتي ان احنا لازم نخدم حاجه معينه تقول احنا جم الكويت جايين التخصصي هذا مالك لا نحكي لك ان لازم يكون في تعدديه في الوظائف معاش يبدا انت محتكر على حاجه معينه يتباهى هي معاش فيه انا علاش قاري الشاب يقول انا علاش قريت 10 سنين انت قريت هندسه 10 سنين نبي نخدم نبي قريت انجزت نخدم بيه لان البلاد كانت انت على شمه بنيه على كانت على اساس ما فيش اساس كانت الناس كلها مستريحه انت تفكر فيها انت لو نحطك في دار فيها ميه بانقه ميه ما تتمش الميه بكل وجنبها ماكينه تعرف كيف تطلع ميه انت بدير الماكينه وتبي تتعلم كيف تصنعها ولا تقعد تشرب ميه اللي انت موت تشرب ميه اللي انت موت انت ما عندكش نيه اصلا يوم نحي منك هذه تقعد تشبح لها الماكينه ما تعرفش تستخدمها وهذا احنا اللي صار في البلاد احنا مستريحين لدرجه ان احنا معاش نعرفوا امتى البلاد تدمرت والنظام طاح معاش عرفنا شنو نديروا ممتاز كلام البما من مالك نمشي الفريق الثاني في نمشي لغيده مش حنقول لك حق بقى لمالك لان مالك عطيه كلام وجهه نظره وتحترم هلبة وحاول انه يضرب هلبة التشبيهات بدول العالم المتقدم به في العوامل اللي ساهمت في ارتفاع نسبه البطاله في ليبيا تتكلمي من 2011 وصولا ل 2020 طبعا هذه حاجه واضحه الحرب يعني من اهم الحاجات اللي ساهمت في البطاله مش بس في ليبيا يعني في العالم كله نسبه البطاله ارتفعت في عده دول من ضمنها بريطانيا وهي من الدول العظمى يعني الموجوده ف يعني مش حنستغربوا من ان بلاد يعني زي ليبيا بكل الظروف اللي قاعده تمر بها انها تزيد فيها نسبه البطاله هذا غير ان في عوامل ثانيه مساهمه في الموضوع هذا زي ان احنا مثلا التعليم عندنا صاير في اشكاليه تو حاليا مثلا بسبب كورونا كورونا نفسها اصلا يعني خلت هالبنات تفقد وظائفها في العالم كله برضو مش غير في ليبيا